استفتاء صدى الملاعب لأفضل لاعب عربي حقق أرقام لم تحدث من قبل. الاستفتاء جرى بين 72 لاعب من 18 دولة عربية، احنا حطيناهم 10 ايام بتويتر، ما بيحط لك 10 ايام، بيحط لك اسبوع، لذلك احنا عملناهم. الناس فكرونا انه مددنا وشلنا وحطينا، احنا ما دخلنا، يفوز اللي يفوز، مع انه احيانا بصراحه الناس لما بتصوت بتصوت ميول، يعني تحط لها اليوم محمد صلاح معي انا او مع، مش معي انا، يعني تحط محمد صلاح مثلا وتحط خلينا نقول محرز ونحط اي لاعب موجود بالدوريات، بيختاروا حسب الميول. فكنت اتمنى انه الناس تصوت بناء على بتحس انه الافضل، لكن بالنهايه هو تصويت جمهور. هلا كان عندنا 72 لاعب تنافسوا على اللقب، حطينا 4 من كل دوله عربيه. الاول صار عندنا 18 واحد حنعرفهم هلا، هذول 18 حيتنافسوا على لقب افضل لاعب عربي لعام 2019 من وجهة نظركم أنتم. كل الشكر لفريق العمل الموجود في القاهرة، طارق عوض، فريق العمل بالسوشيال ميديا، ومديا رضوان الآن على هذا التقرير.